السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لي معلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش زيادة الأرباح في اليوتيوب تصل حتى 100 يورو، معناها بزملايين وثمانين. ما هي الطريقة وكيفاش ندير؟ ندخل إلى اليوتيوب ومن بعد نضغط على صورة القناة ومن بعد نضغط على استديو اليوتيوب. ها هي بث جديد الأرباح، ومن بعد نضغط على المحتوى. ها هي خاوتي، نعطيكم ملاحظه باش تزيد الارباح لازم يكون فيديو فيه 8 دقائق، اذا كان اقل من 8 دقائق ما تقدرش دير اعلانات. نعطيكم سبيل مثال، روحوا هذا الفيديو ونروحوا فيديو نتاع فيه مثال 8 دقائق ولا 9 دقائق. مثال هذا هي كيما هذا الفيديو خاوتي فيه 3 دقائق ما تقدرش ديروا اعلانات. شوفوا معايا مليح، ها هي يقولك لازم يكون فيديو 8 دقائق باش تقدر دير اعلانات. روحوا مثل هذا الفيديو فيه 9 دقائق، نضغط على تحقيق الربح وهنا شوفوا معايا مليح، يقولك مرجع موضوع اعلان او مواضيع اعلان، كليك عليها. شوفوا معايا مليح، هنايا لازم دير اعلانات اكثر من 1000 اعلان او 2000 او 3000 اعلان. مثال سبيل المثال ندير هذا الاعلان هذا الطريقه خاوتي، نجي هنايا بهذه الطريقة باش تزيدكم الأرباح. وكذلك لازم يوميا نحط فيديوهات يوميا باش تزيد الأرباح وكذلك المشاهدات وكذلك حتى المشتركين يزيدوا. وكذلك نعطيكم ملاحظة، لازم ديروا الترويج، الترويج هو الصح باش يزيدكم الأرباح وكذلك باش القناة تزيد تكبر، لازم الترويج. ان شاء الله بربي ندير عليها فيديو كيفاش ترويج الفيديو على اليوتيوب بهذه الطريقه. مهم عجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل جرس يصلك جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.